هلو everybody، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر محمد طلحة. النهاردة هنتكلم عن المبني للمجهول لثلاث أفعال مهمين جدا، وهما want need and require. طبعا الثلاث أفعال دول لما أجي أبنيهم مجهول لازم ألاحظ إن جاي وراهم to plus الانفينيتيف، يعني to زائد المصدر. وإحنا عارفين إن أي فعل جاي وراه to زائد المصدر لما أجي أبنيه مجهول بيبقى to be والتصريف التالت. طيب إيه المختلف في الثلاث أفعال دول؟ يعني إيه اللي مختلف في الثلاث أفعال دول عن باقي الأفعال؟ تعالوا نشوف مع بعض. For example، على سبيل المثال لما أجي أقول لك I need to repair my car، أنا محتاج أصلح العربية. لما اجي ابني مجهول هنا طبعا ببدأ بالأوبجكت بتاعي اللي هو my car طبعا، وهنا need هتتحول لneeds لان I تاخد need، لكن my car is a singular noun، اسم مفرد فياخد needs. طيب فبالتالي هقول my car needs to، وهنا to هجيب وراها be plus past participle، be زائد التصريف الثالث، فبالتالي هقول my car needs to be repaired، يعني عربيتي محتاجة تتصلح. طيب ايه المختلف؟ قال لي المختلف في الثلاث افعال دول ان ممكن اشيل to be plus past participle، to be والتصريف الثالث، واجيب مكانهم verb plus ing، يعني فعل في ing. يعني ممكن اقول my car needs to be repaired، وممكن اقول my car needs repairing. my car needs repairing يعني عربيتي محتاجة تصليح. كذلك الكلام ده هيمشي مع require وهيمشي مع want. طب هل ده ممكن يجي لي في اختيارات؟ قال لي ايوه طبعا، ممكن يقول لي احمد's car needs، عربية احمد محتاجة، ويديني في الاختيارات to mend or to mending or be mended or mending. طبعا الناس هنا هتبدأ تتلخبط لان عارفين ان عربية احمد محتاجة تصليح، فبالتالي هو عايز need to be والتصريف التالت. فهنا ممكن ياخد be mended وينزى خالص ان مفيش to، وممكن ياخد to mending. هقول لك لا، ما ينفعش want to يجي وراها فعل فيه ing، لازم تكون التركيبة دي متوفرة عشان اقول ان انا هختارها، اللي هي to be plus past participle، لان هو ده المبني المجهول في want to or need to. فبالتالي طالما ما فيش to be plus past participle، قال لي هاخد هنا الverb plus ing gerund يعني، فبالتالي هقول mending. يبقى لازم اخلي بالي ان الثلاث افعال دول want need and require بيجوا وراهم to المصدر في المبني للمعلوم، في المبني المجهول to be والتصريف الثالث، بس لازم ألاحظ إن ممكن ما يجيبليش to be plus past participle ويجيب لي وراها على طول فعل فيه ing. دي حاجة لازم تلاحظها في الثلاث أفعال دول. Thank you very much for watching، أتمنى تكون استفدت. يلا لايك، شير، سبسكرايب، and don't forget the bell. Goodbye. السلام عليكم.